شعر الطويل وقصته. سمعت ولا ارجعي؟ لا سمعت، بس يعني ما بدها بسبسة. ابو جواد من يوم ورايح ما لازم يشتغل بقرش واحد، وبنته وابنه بدهم ينزلوا. صار يعني اطمن. خلاص عم لك صار ابن عمي شبه. لسه بيقول لي ابن عمي. الشغل شغل. مشي بصار بيك. ايوه. السلام عليكم. وين كنت رايح؟ ترك عقاد الجواد. لك لا تشتري من عنده. هذاك عقاد كلياته يابسي. روح روح تعال له. نبه عكرف هذا، عكرف هذا، ما حدا يشتري من عنده. هذا كله عقاد الجواد. يا قادر عمو. تعال 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 له. دورات قدام. تروح تسمع لي بعد كلياته. كلياته ها. توقف وين؟ براس نساء. جاي لعبكم انا. بدي يجي بدي اعطيه ضامن، بدي كشك كثير حلوه. ايه روح. تعال له. على الحارك ها. الله يبعث الرزق يا رب. الله يرزق جميع عباده. الله يسلمك يا كريم. يا الله يا كريم. يا الله طول العمر يا حرامي يا الا بالله العلي العظيم. لك شو بدك فيها لك ابني؟ يا ابي شو بدي فيهم يا ابي؟ يا ابي بعدين انت ليش ساكت لهم هيك؟ ليش ساكت له؟ اولاد يا ابي اولاد ما بنعتب عليهم. ماشي يا ابي ماشي. فوت انت فوت. فوت يا ابي. لك لك يا جواد جواد. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. مقصودة انه ما يشتروا من عندك يا ابو جواد؟ مقصودة؟ هي ام جواد. شي اللي صار مقصود. بعت لي حمى. لا يا بنتي ليش هيك عم تحكي؟ مقهورة يا ابي مقهورة. كل هذا اللي عم بيصير بسببي انا. انتي ما دخلك بشي. اللي صار مقدر ومكتوب من رب العالمين. طمني ما بيصير غير اللي كاتبه ربك. الله يستفل فيهم. لا تاكل هم يا ابي. إيش كانوا مفكرين إذا منع حدا يشتري من عندك كعك بالبن درعنا بيكونوا كتير غلطانين. بإذن الله طول ما أنا فيني نفس ما رح نحتاج شيء ورح يضل كل شيء على حاله. شو بدك تساوي هلأ يا أبو جواد؟ والله ما لي عارفان شو بدي ساوي. رح أصبر بعدين رب العالمين بيدبرها. لا تاكل هم يا بي. أنا من هلأ بدي أروح دور على شغل، وإذا ما لقيت شغل بحارتنا رايح دور بكل الحارات. لا تاكل هم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرضى عليك وعلى أخواتك.